هذا الشاب كان يعيش ماضيا مظلما، تخطى كل الخطوط الحمر واتجه نحو المحظور. كنا نجتمع للسهرات مع موسيقى صاخبة، دراجز وساكس، أوقات أورجيز. لكن تحطوا شموع وبخار وكل هالشيء للمود طبعا السهرة، ولا مرة كانت كرمال شيشة شيطانة. عام 1993 ظهرت موجات كبيرة من عبادة الشيطان في لبنان، وقامت الأجهزة الأمنية بحملة مضادة. ما في شيء بند بيقول إنه في عبادة الشيطان، كلهم توقفوا لكرمال يا دراجز يا ساكس يا هيك أشياء. هي تعتبر غلط، والغلط بالنسبة للمجتمع هو بدل على وجود الشيطان. اليوم هذا الشاب يعيش حياة طبيعية بمنأى عن الممنوعات. عدد كبير من عبيد الشيطان يعبر عن انتمائه عبر رسم أو شام برموز شيطانية كالرقم 666، والملاحظة كثرة الأوشام التي ترمز إلى الجمجمة، هل هي أيضا من الرموز الشيطانية؟ نيكول بليكريكيان راسم تاتوز عمل منذ عدة سنوات بهذه المهنة التي أصبحت شعبية جدا في لبنان. رسم الجماجم هي حضارة قديمة ومنتشرة بكل العالم، بس أكتر شيء بأمريكا الجنوبية، مثلا المكسيك وقتها يعملوا عندهم احتفال كبير كل سنة بيعملوها احترام الموتى وذكرى الموتى. كتاتو أرتست أنا بنتمي لديانة سماوية وما بتقبل أعمل هذا الشيء اللي بيمس حيال الدين. هذه الأنواع من الأغاني المعروفة بالهافي ميتال رسمت حولها الكثير من علامات الاستفهام، سواء كانت أغاني مشيطنة أم لا. الموسيقى أجت حديثا من الستينات والسبعينات، في ناس بيعبدوا الشيطان استعملوها أكسسوار لأنه أنت يزينوا يعملوا جو، بس منا هي الأساس. ما مادونا نفس الشيء بالديسكو كمان بالدانس بيستعملوا الشيطان لموسيقتهم، ليش بس على الروك؟ لأنه نحن منجهل. التوعية من أخطار ظاهرة عبادة الشيطان كان عنوان الندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام، فكيف ينظر رجال الدين إلى هذه المسألة؟ نحن فينا نحسن الظن ببعضهم اللي راحوا بس لحتى أنه يحضروا هالموسيقى هالحفل، بس هني ما عارفين خلفيات هذه الحفلات. الكنيسة تنظر لك كظاهرة شيطانية، معالجتها بتكون من خلال توعية الناس. حتى هذا اليوم لم تسجل حالة مباشرة في لبنان بتهمة ممارسة طقوس شيطانية، بل كانت معظمها تهما متعلقة بالمخدرات أو ممنوعات أخرى.